السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي يظهر الساعة واخفيها في ويندوز 7؟ دلوقتي لو بصينا عندي هنا هنلاقي الساعة مش ظاهرة تحت على اليمين، يعني انا خفيها. طيب ازاي اظهرها بقى؟ بضغط على التاسك بار اللي تحت ده، كليك يمين بروبرتس، من بروبرتس اخش على النوتيفيكيشن اريا، اختار كاستمايز. من كاستمايز هلاقي تحت في حاجة اسمها تيرن سيستم ايكونز، اللي هي من ضمنها الساعة. اضغط على سيستم ايكونز هلاقي الساعة، الصوت، الشبكة، الباور، الاكشن سنتر، كل دي حاجات بتظهر تحت على اليمين عندي اهي. لو حابب ان انا اعمل لها ظهور بختار اون، اعمل لها اخفاء بختار اوف، يعني اي حاجة منهم مش عايزة تظهر، وليكن مثلا اكشن سنتر ده عايزه اوف والباور عايزه اوف، يبقى كده يظهر تلات حاجات، الساعة والفوليوم والرمز بتاع الشبكة. اضغط اوكي وبعدين اوكي تاني، هنلاقي تلات حاجات اللي ظهروا هما الساعة والصوت والشبكة. وبكده نكون عرفنا ازاي نظهر الساعة ونخفيها في ويندوز 7. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.